بياخدنا بعد كده لقصه خبر نشرته المصري اليوم بطريقه غير مهنيه بالمره. وعلشان ما نظلمش المصري اليوم لوحدها، للاسف الخبر ده انتشر واتنشر في كل الصحف المصريه تقريبا بنفس العنوان، وزي ما احنا استعرضنا مع حضراتكم بعض العناوين في الصحافه. خبر كان عنوانه باركليز العالميه تعلن اعتزامها بيع فرع مصر. وطبعا بقى صفحات الاخوان يا سلام عملت فرح بالموضوع ده، علشان تبين قد ايه ان الاقتصاد المصري بيقع وان المستثمرين بيسيبوا مصر. قال الخبر ايه بقى؟ انه في الوقت الراهن سيتم ادراج بنك باركليز مصر وعدد من وحدات الاعمال الاخرى ضمن قطاع باركليز للاعمال غير الاستراتيجيه، وهو قطاع انشاه البنك في مايو 2014 للاشراف على الاعمال التي ينوي بيعها او التخرج منها او التخارج منها. طيب لو الجرايد عملت سيرتش صغير وبحث صغير قبل ما تنشر الخبر بالعنوان ده، وهي ممكن تكون اكيد عملت، كانت هتلاقي ايه بقى؟ كانت هتلاقي الخبر اللي قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه اللي نشرته جريده الحياه اللندنيه امبارح، يعني مش من فتره بعيده. كان عنوان الخبر بنك باركليز ينهي اعماله في افريقيا. قال تفاصيل الخبر انه بنك باركليز هيبيع نشاطاته في افريقيا في اطار خطه الرئيس التنفيذي الجديد لتبسيط هيكل البنك وتحقيق عائد اعلى للمساهمين بعدما اعلن هبوط الارباح وتقليص التوزيعات. وقال البنك البريطاني في بيان له انه بينوي بيع حصته البالغه في مجموعه 62% في مجموعه باركليز افريقيا على مدى العامين او الثلاثه المقبلين لينهي نشاطاته في القاره بعد اكثر من قرن ويصبح مصرفا تتركز اعماله في الولايات المتحده وبريطانيا. يعني البنك بيسيب القاره كلها. ليه بقى ندور على ترافيك ونعمل منشط يقلق الناس ويعمل لغط احنا في غنى عنه؟ ما نعرفش. الترافيك بقى ادمان. كالعاده كانت اخبار البرلمان حاضره بقوه في صحافه النهارده برضو. كان من ابرز الاخبار دي الخناقه اللي حصلت بين النائب احمد الطنطاوي عضو مجلس النواب والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس. كان بسبب ايه؟ كان بسبب تيشرت. لما قال لرئيس البرلمان او قال رئيس البرلمان للنائب حسب المصري اليوم انه بيتمنى انه ما يجيش بالزي ده مره ثانيه، فرد النائب انه اللائحه لم تفرض زيا محددا لحضور الجلسات. فهل هذا الطلب وفقا للائحه ام للهوى؟ فقال رئيس المجلس الاعراف البرلمانيه لم تشهد حضور نائب بهذا الزي فهو غير مقبول. واحنا مش في ملعب كوره. ده الخبر الاولاني. الخبر الثاني من البرلمان نشرته جريده فيتو، قال ان النائبه امال ترابيه اقترحت النهارده في الجلسه اخلاء شمال سيناء من الاهالي لمده 3 شهور. وقالت النائبه خلال الجلسه العامه للنواب اطالب بالتصويت على اخلاء منطقه سيناء لكي تتمكن القوات من محاربه الارهاب، لان خبره شباب مصر يقتل خيره شباب مصر يقتلون يوميا هناك. لكن اقتراح النائبه كان فيها يعني عاصفة من الرفض تجاهه من جانب النواب، وطلبوها بأنها تقعد وما تطرحش الفكرة دي مرة تانية، لأن الطبيعي أن مواجهة الإرهاب في سيناء هتحصل لما تتملي بالسكان مش العكس. ده يخلينا إحنا كمان نطلب من النواب أنهم يفكروا شوية في الطلبات والكلام اللي بيقولوه قبل ما يقولوه، لأن كلام واقتراحات نائب في البرلمان ممثل للشعب لازم تكون مختلفة عن طريقة أي حد بيتكلم في برنامج تلفزيوني أو بيكتب كلام على صفحته على الفيسبوك. كلام النواب دايما تحت الميكروسكوب، علشان كده ما ينفعش يطلع من غير ما يكون مدروس وموزون.